السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي لينكو وأنا هنا لأقدم مجموعة فيديوهات ستساعدكم على ربح $1000 في اليوم. سنستعمل من أجل هذا الهدف منصة تداول المشهورة IQOption. في هذا الجزء سوف أشرح لكم الطريقة التي سنستعمل بها المؤشرات التقمنا بتثبيتها في الجزء الأول. أولا سننتظر مؤشر CCI إلى أن يتجاوز ذروة الشراء أو البيع، وهما الخطان الأحمر والأخضر كما يتضح في الصورة. في نفس الوقت يجب على الشمعة اختراق أحد خطوط بولينجر بند، بالإضافة يجب أن تكون خطوط بولينجر متعاكسة. إذا تحققت هذه الشروط سنقوم بفتح صفقة بيع أو شراء. بالنسبة للمؤشر الثالث سيساعدنا في تحديد نوعية الصفقة والوقت الذي يجب علينا تفادي فتح صفقة رغم تحقق الشروط الأولى. متلافي صفقة الشراء يجب أن تتحقق الشروط الأولى، وذلك بأن يتجاوز مؤشر CCI ذروة البيع وهي الخط الأحمر وتخترق الشمعة بولينجر بند الخط السفلي، بإضافة يجب أن تكون الشمعات أسفل مؤشر موفين أفج. أما في صفقة البيع يجب أن تتحقق الشروط الأولى، وذلك بأن يتجاوز مؤشر CCI ذروة الشراء وهي الخط الأخضر وتخترق الشمعة بولينجر بند الخط علوي، بإضافة يجب أن تكون الشمعات أعلى من مؤشر موفين أفج. في حالة تحقق الشروط وكانت الشمعة اخترقت لطويها مؤشر موفين أفج، يجب تفادي فتح الصفقة. في الفيديو القادم إن شاء الله سأقوم بشرح كيفية إدارة رأس المال وشرح استراتيجية ألماتنجايل التي سنتعملها في طريقنا للـ1000 دولار يوميا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الفيديوهات. دمتم سالمين، إلى اللقاء.